مرحبا بمتتبعي القناة في هذه المسابقة الأسبوعية، والتي تتكون من 3 أسئلة يجب الإجابة على الأسئلة الثلاثة بشكل صحيح. السؤال الأول: فريق المغرب الرياضي الفاسي حافظ على نظافة شباكه هذا الموسم للمقابلة 8 خلال هذا الموسم، وهو رقم جيد، لكن ما هو الرقم القياسي بالنسبة لفريق المغرب الرياضي الفاسي في المحافظة على نظافة شباكه في القسم الأول منذ مشاركته موسم 56-57؟ السؤال الثاني: شارك المغرب الرياضي الفاسي في عدد من المسابقات الإفريقية، سواء عصبة الأبطال أو كأس الكونفدرالية أو كأس الكؤوس الإفريقية وكأس السوبر. من هو الهداف التاريخي للمغرب الرياضي الفاسي في المسابقات الإفريقية؟ السؤال الثالث: فريق المغرب الرياضي الفاسي من الفرق النادرة التي شارك في أحد لقاءاتها عدد كبير من الأشقاء خلال فترة الثمانينات. في أحد المسابقات العربية شارك فريق المغرب الرياضي الفاسي في هذه المسابقة، وضم في صفوفه في أحد اللقاءات 4 أشقاء. من هم هؤلاء الأشقاء؟ المسابقة ستستمر حتى يوم الأحد على الساعة 3، وهناك 3 جوائز تنتظر من يجيب على الأسئلة الثلاثة بشكل سريع. الجائزة هي قميص فريق المغرب الرياضي الفاسي، وبالتوفيق للجميع.